From day one, when we called that as a COP for implementation, we wanted to make sure that this is an inclusive COP. Part of your global statement, I read so. An inclusive الافتتاح وكذلك المنهجية الشاملة لإدماج الحكومات. إذا ما حللنا هذا البيان فإننا نستطيع أن نقول إلى أي مدى تقدم رئاسة الكوب دليل على ذلك. أولا، المستوى والجهد الذي بذلته الحكومة المصرية عبر الإحدى عشر شهرا الماضية في التجهيز لهذا الكوب، فلقد كان ضخما جدا، وأنا أعني الكلمة كل شخص كان موجود حول الطاولة، والسيد رئيس الوزراء كان يجري مقابلات كل أسبوع، وكان يحاول دائما أن يتأكد أن كل الأنظمة تعمل باتساق في هذا الصدد. ونريد أن نؤكد على أن للوصول إلى كوب شامل فإن كان هناك عملية جاءت من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي ولاتخاذ هذا القرار الخاص برئاسة مؤتمر الأمم المتحدة على التغير المناخي. وبالنسبة لنا كان الأمر أكثر أهمية من ذلك. نحن نعلم أنه على سبيل المثال فإن هناك شباب في كل أنحاء العالم لا يستطيعون أن ينخرطوا في هذه العمليات الرسمية هم، ولهذا السبب كان رئيسنا واضح جدا في يناير الماضي حين كان لدينا أول جلسة حول الإعداد لكوب 27، وأثناء يوم الشباب العالمي كانت التعليمات الواضحة تقول أننا سوف يكون لدينا منطقة خضراء، سوف يكون لدينا منطقة قريبة من المنطقة الزرقاء، سوف يكون هناك مناطق عمل، سوف تكون هذه المنطقة كبيرة لكي تشمل كل فرد وكل شخص ليس له صوت في العملية الرسمية. و الكوب الشمولي لا يمكن أن يكون كذلك بدون هؤلاء الذين يتأثرون بالتغيرات المناخية. ولذلك تم عمل منطقة خضراء تشمل الشباب والسكان الأصليين والمجتمعات المحلية والأكاديميات والقطاع الخاص وحتى الأطفال الذين تم تمثيلهم. ما الذي يحدث الآن حين بينما نحن نتحدث في المنطقة الزرقاء ونناقش العمليات الرسمية، فعلى الجانب الآخر من الطريق فإننا نرى أن هناك يوم موضوعي آخر يتعامل مع هذه الأصوات التي يجب أن تسمع لأنها جزء من هذه العملية، وبدونهم فإننا سنظل تاركين بعض الأشخاص المعنيين خارج الركب. هناك أيضا أفعال أساسية يجب أن تتم. لن يكون هناك تنفيذ إذا لم نبدأ بأنفسنا كحكومة مصر. الجهد الذي تم بذله لرفع الوعي وانخراط الشباب كان ضخما جدا. نشكر شركائنا من الأمم المتحدة ومن المكتب والبرنامج الأمم المتحدة الإنمامي لإدماج الشباب وللجهد الذي تم عبر الإحدى عشر شهرا الماضية. نحن نستطيع أن ندمج الشباب بشكل منظم. وأخيرا وليس آخر، بدون التنفيذ فإننا لن نستطيع أن نتقدم، سوف نكون فقط متحدثين. إن كوب 27 هو منصة الابتكار وبداية رواد الأعمال. يمكن أن نكون جزء من الحل، أو يمكن أن نتحدث عن الشباب باعتبارهم جزء من المشكلة. ولهذا السبب فإننا نجد أنه في يوم الحلول وهو اليوم الأخير للكوب سيكون هناك مجموعة من الشركات الناشئة. وأنا أستفيد من وجود دكتور محمود هنا لكي نتحدث عن الأمثلة وعن المبادرات الخاصة بالشباب. وتم منح مساحة كبيرة للشباب في المحافظات المحلية، ليس فقط لتمثيل العمل المناخي ولكن أيضا للتعامل مع
الإجراءات التكيف وبدون لأنه بدون التكيف وبدون إدماج الشباب في العمليات الخاصة بالتكيف وكذلك المؤسسات الأكاديمية لن يكون هناك فائدة. نحن يجب أن نعمل معا من أجل التنفيذ، وهذا هو شعارنا، وسوف نكون هناك وسوف نثبت أننا قادرين على التنفيذ لأننا متحدون معا. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور ياسمين. الآن أطلب من معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن يتفضل. صباح الخير للجميع، أرحب بكم جميعا لوجودكم هنا في هذه الجلسات العظيمة. أولا يجب أن أقول شكرا لكل الشباب الذين نفذوا كوب 27. أعتقد أن هذا عملا رائعا جدا وعمل عظيم. فريق الشباب من فضلكم هل يمكن أن تقفوا لكي نشكركم؟ شكرا جزيلا. وأتحدث هنا عن مقاتلين، لدينا خمس منظمات غير حكومية جاءوا من مصر للانضمام للشباب في كوب 27. من فضلكم تفضلوا بالوقوف. في الواقع منذ أكثر من 6 أشهر بدأنا العمل ليلا ونهارا، وكان هناك عمل كبير وبالمشاركة مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة وكذلك وزارة الشباب والرياضة. هذه الأيام الثلاثة الرائعة كنا في مدينة الشباب والرياضة، وكان لدينا توصيات نهائية تم تقديمها هنا للحديث عن كوب 27. لأننا هنا يجب أن أتحدث عن عدة نقاط. أول نقطة هي تتعامل مع الشباب، وأنا سعيد جدا لوجودي مع الشباب في كل وقت وفي كل مكان لكي نتحدث عن الحاضر والمستقبل. النقطة التالية هي أن أحد الفرق من الحكومة والتي يقودها معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل الفرق تتبع لرئاسة كوب 27 وكذلك السيد معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية وكذلك أيضا زميلي زميلة الموجودة هنا الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة. شكرا للسيد سايمون ستيل، لقد جئت معنا وساهمت في صياغة التوصيات الخاصة بكوي، وأيضا الدكتور محمود محي الدين، لقد قمت بعمل رائع منذ البداية مع الشباب الضيوف الموقرين و زملائي وممثلي الدول. يشرفني أن أقف بينكم اليوم لكي نتحدث عن الشباب ويوم الأجيال القادمة. من اليوم ستعلن مصر أنها من هذا منذ يوم أن أعلن استضافة مصر لكوب 27. كان هذا أمر هام جدا وحتميا أن يكون الشباب والأجيال القادمة وأن يتم عمل يوم خاص لهم في الكوب 27. وعملنا ليلا ونهارا مع الشباب المصريين للإعداد لهذا اليوم. إن شباب العالم يلعبون دورا محوريا في العمل المناخي والتأكيد على وجود مستقبل أفضل، وهذا ليس اختيار. يجب علينا إدماج الشباب في صنع القرارات واتخاذ القرارات. هذه ضرورة حتمية، وأرحب بكم في هذه الأيام الموضوعية أنتم الأجيال القادمة. وقبل أن نتناول هذه الموضوعات أود أن أتحدث عن شيء ما. أقول لكم أن رئاسة اللجنة من البرلمان المصري حضرت لمشاركتكم، وشكرا أود أن أشكرهم على الوقت الذي منحوه لهذا العمل وللعمل مع شباب العالم. شكرا جزيلا لوجودكم هنا.
إضافة لذلك فأنا ممتن جدا لهذا التعاون الذي يتم من كل وكالات الأمم المتحدة. السيدة بولينا والسيدة فيدريكا وكل الحاضرين هنا أشكركم على عملكم الرائع وتعاونكم البناء. وزميلي وزير الشباب والرياضة من Gabon, thank you very much for your coming. شكرا شكرا على حضورك. السيدة هيفاء أبو غزالة من اللجنة العربية، أشكر سيادتكم على وجودك. شكرا لكم جميعا. المستقبل لن يبدأ غدا أو اليوم التالي، ولكنه يبدأ من الدقائق التي نعيشها الآن. فالمستقبل يبدأ من الآن. الشباب هم القوى التي تعيش في خضم التغير المناخي، وهم الأفراد الذين يعانون من التغيرات التي تحدث، وبشكل أساسي فإنهم هم سوف ما هم من سوف يعانون من هذه التغيرات في المستقبل. هم منخرطون في المجتمعات المدنية وفي كل الخبرات، ولديهم كل المعرفة المطلوبة لكي يقوموا باتخاذ القرارات الجيدة للتأكد من أن التغير المناخي لن يتم التعامل معه باستهانة، وكذلك التأكد من أن لهم صوتا. إنه دورنا كحكومات وكمسؤولين أن نتأكد أن صوت الشباب مسموع ومقدر. وفي كل عمل مناخي وفي كل مفاوضات فإننا نقدر ونعرف كل رأي يكون حاضرا معنا. وهنا في كل لحظة نتحدث فيها عن هذه الأمور. نحن اليوم نلقي الضوء على يوم شباب العالم، ونريد منكم أن نعرف ما هي طلباتكم، ونعرف ما هي خططكم. وهذا اليوم الذي منحناه لكم، المجال مفتوح لشباب العالم. ونيابة عن وزارة الشباب والرياضة، أرحب بكل الضيوف الموقرين وزملائي ممثلي الشباب وممثلي الأجيال القادمة في هذا اليوم من كوب 27. من صميم قلبي أيضا أشكر كل الحكومات، وأشكر الحكومة والسيد رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسهيل كل الإجراءات ومنحنا كل الحرية للتحدث عن الشباب. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور أشرف. دقيقة واحدة، يجب أعذركم، يجب أن أذهب ليوم العلوم ثم أعود إليكم. ذكرتم أن المستقبل الآن، ونحن ممتنين جدا لكوب 27 لأنه أصبح حقيقة. شكرا دكتور أشرف. السيد سايمون سيل، من فضلك المجال لك. مرحبا، صباح الخير للجميع. أبدأ باعتذار أفراد فريقي الذين حضروا هذا الصباح والذين جهزوا الخطاب الخاص بي، فأنا لن أستخدمه لهذا، أعتذر. نحن هنا في هذه الغرفة نتحدث عن الطاقة الموجودة هنا في الغرفة. أتحدث من كل قلبي وبشكل شخصي. زان ليز في نقطة الاتصال، نقطة اتصال الشباب، وهناك عدد من اللقاءات التي تمت في الأيام التي قضيناها هنا، وكانت الأمور رائعة، كانت الأمور رائعة جدا جدا. أنتم كنتم رائعون. ونحن نحاول أن نتعرف على بعضنا البعض. وعبر سنوات وسنوات
أعلم ما تقومون به، وأنا مدرك كثيرا للتحديات الكبيرة التي تواجهونها عالميا، ولكن لدي تقدير عميق وإحساس بالدور الذي يلعبه الشباب في إيجاد حلول حقيقية ووضعها على الطاولة فيما يتعلق بمعالجة أزمة المناخ. والوعد الذي قطعته على نفسي لكم هو أنه سوف أتيح الوقت، سوف أمنحكم الوقت إذن حتى يمكن تكبير أصواتكم وتوصيل رسالتكم. رسالتكم وأفكاركم والحلول التي تقدمونها ليست الهدف فقط أن تسمع. دائما ما أقول في خطبي يجب أن تتم الأمور بشكل مختلف. لقد انتقلنا إلى حقبة جديدة وهي حقبة التنفيذ، وهذا يتطلب من كل فرد ومن كل شخص أن يبذل قصارى جهده لوضع كل الحلول الممكنة على الطاولة. والشباب، الشباب هم المستقبل. الأمين العام قال كلمة منذ يومين وتحدث عن دور ومهمة المحاسبة والدور الذي يجب أن يتم لعبه من خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي للتقدم. إن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لديه وسيلة للمحاسبة. أنتم الشباب أيضا لكم دور في هذا الصدد. تحتاجون أن تضعوا الأمور في نصابها، تحتاجون أن تلفتوا انتباه العالم لما نقوم بعمله وما هو المزيد الذي يجب أن نفعله. أيضا أنا أرحب بكم وبتعليقاتكم، وأريد أن أشعر بقوتكم وأن نضع ذلك في قنوات، سواء كان هذا في البرلمان أو في غرفات مجالس الوزراء أو في حتى حجرات المعيشة وفي الشوارع. إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي قامت بشكل عظيم وهو انخراط الشباب. إذن هذا برنامج طموح، ويجب أن نبني على هذا العمل وأن نجد طرق نستطيع من خلالها أن نمكنكم أكثر. إذن أنا أتطلع للعمل معكم، وهذه مجرد بداية. وهذا الأمر ليس فقط مرتبطا بهذا الكوب وهذه الفعاليات التي تحدث هنا. هذا ليس الكوب الأول في 30 عاما الماضية. منذ 30 عاما كان هناك كوب ولكن بشكل مختلف. إذن أعتقد أن كوب 27 يجب أن يمنح الصلاحية لرئاسة الكوب لإفساح المجال. وكذلك فعالية كوي كانت فعالية رائعة. يجب منحكم المساحة وسوف نقدم لكم المزيد من المساحات. إذن كما قلت فأنا أتطلع للعمل معكم، وهذه مجرد بداية، ولدينا أوقات ثرية نعيشها بعد ذلك. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا سايمون، ونتطلع دائما للعمل مع سيادتكم. الآن الكلمة لأنا سوفيا سارسولا، مديرة العامة فريق العمل المناخي من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
مرحبا بالجميع، صباح الخير، شكرا على استقبالي هنا. تحياتي من عند مكتب الأمين العام. أولا أريد أن أشكر رئاسة كوب 27 والوزير محمود، يسعدني وجودي معكم. نشكر الشباب على هذه الدعوة، كان هناك مناقشات جيدة مع السكرتير العام وأيضا مع المجموعات الاستشارية الخاصة بالشباب. لدي أشياء بسيطة أتحدث عنها. أولا أود أن الأمين العام يستطيع أن يعرف نفسه كثيرا فيما يعرضه. نعم نحن هنا لأننا نحتاج المزيد من العدالة المناخية، وهذه العدالة المناخية تعني أن يكون هناك تسريع للإجراءات، وهي تعني إجراءات التكيف. 50% من التمويل المناخي يجب أن يكون لدينا أيضا خارطة طريق واضحة، ويكون لدينا إجراءات واضحة لمعالجة الخسارة والضرر، وكذلك مخاطبة الأنظمة المالية العالمية بشكل عادل، وأن نقدم الأموال ونضعها في مكانها الصحيح. وكما قال السيد محمود، يجب أن يكون هناك إصلاحا شاملا لبنوك التنمية وكذلك الإجراءات الخاصة بها. نعم العدالة المناخية تعني حماية حقوق الإنسان في كل مكان، وهي تعني أيضا أن كل الشرائح، الشباب والسكان الأصليين يشعروا بالأمان ويستطيعوا أن يتحدثوا. ونشكر الرئاسة على منحنا هذه المساحة. لذا أعتقد أن هناك الكثير مما تعرضونه. الأمين العام كان يتحدث بالنيابة عنكم. والنقطة الثانية هي أن رئاسة كوب 27 عرضت أمر هام، وهو الإسراع بالتنفيذ. وأعتقد أن هذا أمر أساسي ومهما أن يكون هذا في المقدمة وفي الصدارة، ولكن ليس أي تنفيذ. الأمين العام كان يتحدث كثيرا عن مكافحة الإبطاء والتحركات الزائفة. التنفيذ يحتاج أن يكون ملموسا ومحسوسا. يجب أن يكون هذا متفقا مع اتفاقية باريس وما نمثله فيما يتعلق بالعدالة المناخية. وأعتقد أننا جميعا يجب أن نتأكد أن هذا التنفيذ يتحد ويتسق مع العدالة المناخية. لن أكرر ما قاله سيمون، وأنا أتفق معه تماما. نحن نتحدث عن بداية عهد جديد، وهذا العهد يتميز بالتسريع والعدالة والطموح وأيضا المحاسبة. أخيرا أود أن أشكر مرة أخرى رئاسة كوب 27 على الإسراع الذي يقومون به لتضمين وانخراط الشباب في الكوب. هذه خطوة كبيرة للأمام، نشكركم عليها. مرة أخرى سايمون كان يتحدث أن مؤتمر الأمم المتحدة على التغير المناخي لا يعني فقط بأن يكون الشباب جزء من المناقشات، ولكن نريد أن نقربهم أكثر وأكثر إلى طاولة المفاوضات. وأعتقد أن الوزيرة فؤاد كانت تقول أيضا أنه من المهم للرئاسة أن تضمن أن الشباب جزء من العملية، وهذا شيء نتحدث عنه من منظور الأمم المتحدة، ونشجع هذا الأمر كثيرا. وأعتقد أن المنسقة المقيمة السيدة إلينا سوف تعمل لضمان أن الشباب جزء من العمل، لأنه في نهاية اليوم المشاورات ستكون جيدة، ولكن سيكون الأمر أفضل إذا ما كان هناك تنفيذا، وهذا ما تساعد فيه الأمم المتحدة. شكرا جزيلا على الدعوة. شكرا جزيلا. آخرا وليس آخر، لدينا المسؤول الأمم المتحدة السيد
محمود محي الدين. صباح الخير لكم جميعا وتهانينا على هذا العمل. لقد نفذتم طلباتكم وأثبتتم جدارتكم وريادتكم ونجحتم فيما كنتم تحاولون تحقيقه. سوف أكون مختصرا جدا وسوف أوثق ما قاله ثلاثة من الأفراد. وبعد أن أشكر السيد وزير الشباب، أسأل وزير أشرف صبحي والوزير ياسمين فؤاد على العمل الجاد، وكذلك معالي الوزير سامح شكري على تسهيل المشاركات هنا، وأيضا الرئاسة المصرية بشكل عام. دعوني أركز على النقاط الهامة التي ذكرتها حول أهمية الشمول. سعيد لوجود مجموعة متنوعة في هذه الغربة، في هذه الغرفة شباب ونساء، ونحن راضين عن هذا الأمر، ولكن نحتاج أن يكون جزء من صنع القرار. نحتاج أن نكون متضمنين في العملية، وهناك أفكار يجب أن يتم استعمالها والاستفادة منها، ولا تكون فقط في الغرف المغلقة. إذن حين كنت أتحدث مع فريقي، أعتقد فريقي كلهم من الشباب أقل من عمر 25 عاما، وكلهم من النساء باستثناء شخص واحد يقف هناك، هو أحمد، هو الشخص الذكر الوحيد في المجموعة، ولكن كل مجموعتي من الفتيات. كنا نتحدث مع الفريق وكنا نقول، نتحدث عن إنجاز الأهداف الخاصة بالصراع ضد التغير المناخي. لكي ننجح فيه نحتاج ثلاثة أشياء: التغير السلوكي، العلوم، والتمويل. إذن كانت هذا هو حديثي مع ابنتي وهي عضو في الفريق، وقالت لي: حسنا مبروك، لقد فشلت في الموضوعات الثلاثة. التغير السلوكي لن يحدث، 51% من سكان العالم يرون أن التغير المناخي هي أزمة قدرية معتمدة على أمور ليس لها علاقة بالبشر، النظام المالي غير عادل وغير كفء، ولن تنجحون في الحصول على التمويل. وحين نتحدث عن العلم والتكنولوجيا فإنها متاحة في كل أنحاء العالم، ولكنها لا تنساب إلى المكان الذي يجب أن تذهب إليه، وبالتالي فلن تتغير الأمور الخاصة بالتنفيذ بالنسبة للكوب. وأنا أعتقد أن هذا الكوب هو كوب الأمد الأخير. إذا لم يتم تنفيذ هذه الأجندة فلن يكون لدينا وقت التعامل مع يجب أن نفعله. في خطوط الدفاع الثلاثة فيما يتعلق بالتخفيف، هناك أمور أكثر من 80% من الطاقة تأتي من مصادر متجددة، ولكن لا تزال مشاركة الطاقة المتجددة في الخلطة الكاملة للطاقة أقل من 4%. يمكن أن تحتفلوا بالهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ولكنها لا تزال تمثل نسبة بسيطة من الخلطة الكاملة للطاقة. نحتاج للأموال لإحداث التغيير، ولدينا القدرة على الفعل الأشياء بالعلوم، ولكن هذا لن يتم انسيابه بسهولة. إذن حين نتحدث عن الصمود فإن هناك قضية كبيرة. حين نتحدث أيضا عن التمويل، أقل من 20% من نسبة التمويل قد تم دفعها، والسكرتير العام للأمم المتحدة كان يحدثنا عن نسبة 50% للتخفيف و 50% للتكيف، وفي بعض الدول فإن التكيف يحتاج مزيدا من الدعم من خلال الجهات المختلفة، والفشل في التكيف. ونحن نأسف لما حدث لأخواتنا في باكستان، حيث غطت بلادهم الفيضانات.
وزينب تحدثت عن الأولويات، ولكن نحتاج أن يكون هناك تغيير، وأنا سعيد أن هذا الكوب قد شمل قضية الخسارة والضرر على الأجندة بشكل رسمي، وهذا للمرة الأولى. ولكن مرة أخرى كيف يحدث ذلك؟ هذا يتم من خلال تقديم حلول معتمدة على العلم. إذن هناك أمران أخيران حين نتحدث عن مشاركة المعلومات وتغيير السلوكيات. يسعدني أن أطلق هذه النسخة العربية من هذا الكتاب. حين كنت في جمهورية الدومينيكان قابلت هذا الشاب، كان عمره 30 عاما، فرانشيسكو من كولومبيا، وكان يقول لنا أن عندما كنا أطفال في المدرسة العلم يوافق على ما يجب أن يتم فعله، والعلم يقول لنا ما الذي لا يمكن تحقيقه، ويضع أيضا بعض الاقتراحات حول إصلاح بعض الأمور. وبالتالي فإن فرانشيسكو والآخرين من الشباب والأطفال سيكونون معنا، وأعتقد سيلتقون بالوزير وسوف يتحدثون عن بعض الأفكار العملية. النقطة الأخيرة حول العمل المناخي على المستوى المحلي، هذه الدولة أعني مصر وشبابها، وأود أن ألفت انتباهكم إلى هذا الأمر. لدينا تجربة تجيب على سؤال مهم جدا حول كوب 27. يجب أن يكون لدينا منهجية خاصة، منهجية محلية، منهجية خاصة بالتوطين. حدثت تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم تنفيذها في كل المحافظات 27. والفائزون من هذه الفعاليات، أنا لا أتحدث عن المشروعات المتوسطة، أتحدث عن المشروعات الصغيرة أو متناهيات الصغر، وكذلك الشركات الناشئة من الشباب. هذه سوف تكون سمة أساسية في كل مؤتمرات الكوب في المستقبل، ليس فقط في هذا الكوب ولكن في المؤتمرات الكوب القادمة أيضا. أهنئهم على هذا. لقد أظهرتم لنا كيف يمكن أن نكون متعاملين بشكل أكثر كفاءة في المجتمعات المحلية. يشعدني ويشرفني أن أكون معكم، وأكون سعيدا جدا لكي أرى مشاركتكم والتقدم حين يتعلق بالتنفيذ، فإنه يتطلب أيضا محاسبة، وهذا لن يحدث من دون أصواتكم ومن دون الشفافية التي سوف تتيحونها. لديكم طاقة ولديكم قوة، وأنتم الفاعلون وأنتم المؤسسون، لذا استمروا في طريقكم. شكرا جزيلا سيدي. نحن نعتمد كثيرا على أن يكون كل القادة مسؤولين. لدينا كلمة ختامية من زينب، هل لك أن تصعدي على المنصة من فضلك؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. أنا سعيدة جدا لوجودي هنا، وكما ذكر فإن الحلول المبنية على العلم هي أمر مهم جدا، وهي ما نحتاجه. هذه الحلول يجب أن يدعمها العلم، ويجب أن يدعمها أيضا الأدلة، ويجب أن نؤكد أن المناخ يتغير. وهنا لكي ننهي الجلسة، وأود أن أشكر السادة الحاضرين والجهات وسكرتارية كوب 27 وكل الشباب الموجودين في كوب، وبسبب الذين لم يستطيعوا أيضا الحضور بسبب قلة الموارد أو عدم تمكنهم للحضور. شكرا لوجودكم هنا، ونحن نعمل على تكبير وتعظيم أصواتكم. سوف يكون هناك الكثير من الحوارات والمجموعات العمل، وأيضا سوف يكون هناك بين الشباب العالمية. والآن نحن نتطلع لأن يساعدنا كل أصحاب المصلحة في التنفيذ وتنفيذ كل ما اقترحناه، وأن يحققوا طموحاتنا، وأن يكون هناك شمولا قدر الإمكان. نحتاج أن يكون هناك عمل منظم، وأن نشجع الشباب ويكونوا منخرطين في كل العمليات، وأن يكون هناك عملا مؤسسي، حيث أن أي عمل لن يكون مستداما إذا لم يكن مؤسسيا.
نود من كل أصحاب المصلحة القطاع الخاص أو القطاع العام أو وكالات الأمم المتحدة، نطلب من الجميع أن يتحدوا معنا ويساعدوننا حتى ننهي هذه الرحلة نحو التنمية المستدامة، وندعوكم جميعا لكي تكونوا معا. مرة أخرى أشكركم لوجودكم هنا معنا، وهذه نهاية الجلسة، وشكرا.